كيف تعلمين أنك حامل بدون تحاليل؟ حدوث الحمل أي وصول حيوان منوي من الرجل إلى بويضة ناضجة من الأنثى ينطوي عليه الكثير من التغييرات عند المرأة، فيبدأ جسمها بإفراز هرمونات الحمل وهي الأستروجين والبروجستيرون بمستويات عالية، وذلك من أجل تهيئة بيئة مناسبة لتكوين الجنين، أي أن يستعد الجسم لاستقبال البويضة المخصبة وتنميتها في الرحم لتصبح جنينا مكتملا حتى موعد ولادته، مما يؤدي إلى اضطرابات جسدية تحدث بها المرأة الحامل. ومعرفة الحمل قبل التحليل ممكن من خلال ملاحظة أعراض الحمل المبكرة أو من خلال بعض الطرق المستخدمة قديما. علامات مبكرة للحمل: هناك بعض العلامات الشائعة والتي قد تدل على وجود حمل، ومن أهمها الشعور بألم في أسفل البطن شبيها بألم ما قبل الدورة الشهرية، إضافة إلى آلام في أسفل الظهر، زيادة حساسية الثديين والشعور بالألم بهما ويكونان أثقل وأكبر حجما ويصبح لون الحماة داكنا، زيادة التعرق والدوخة والشعور بالثقل والضعف العام، حساسية المشاعر والبكاء دون سبب واضح، عدم القدرة على النوم أو النوم لساعات طويلة يختلف من امرأة لأخرى. من هذه العلامات أيضا الانزعاج من الروائح، وذلك لأن الحامل تصبح قدرتها على الشم قوية وسوف تستطيع اشتمام روائح بعيدة نسبيا. رفض الزوج وعدم الرغبة في الجماع، يصبح لون البول غامقا وله رائحة، انقطاع الدورة الشهرية وملاحظة نزول قطرات من الدم أو السائل البني وهو نتيجة انغراس البويضة المخصبة في الرحم، كثرة التبول والشعور بالغثيان خاصة في فترة الصباح. بعد مرور شهر ونصف يظهر المهبل والأشفار بلون أرجواني وهو الأحمر المائل للزرقاء، وذلك بسبب ضغط الرحم على الأوردة. طرق منزلية قديمة لفحص الحمل: هناك بعض الفحوصات التي استخدمت قديما للكشف عن الحمل، وعلى الرغم من كونها لا تغني عن فحوصات كشف الحمل المباعة في الصيدليات أو عن مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات، إلا أنها قد تكون مؤشرا على حدوث الحمل من عدمه. ويستخدم البول في هذه الفحوصات لا سيما عند الاستيقاظ من النوم صباحا، كونه يحمل العديد من علامات التغيير في الجسم، وفي الصباح يكون هرمون الحمل مركزا مما قد يعطي نتائج أكثر دقة. ومن هذه الطرق إضافة البول إلى الملح، حيث توضع كمية من بول المرأة على نصف كوب من الملح، فإن نتج ما يشبه الرغوة والفوران فإن المرأة حامل، ونسبة نجاح هذا الفحص هي 60%. الطريقة الثانية طريقة التبول على القمح والشعير: تقوم المرأة بالتبول على مجموعة من حبات القمح والشعير لعدة أيام، فإن نبتت حبوب الشعير كان المولود ذكرا، أما إن نبتت حبوب القمح كانت أنثى، أما إن لم تنبت أي منهما فليس هناك حمل. الطريقة الثالثة هي طريقة إضافة البول إلى الكلور، حيث تضاف كمية من بول المرأة مساوية لكمية الكلور في وعاء، فإن نتج رغوة كثيفة وفقاقيع فالمرأة حامل، وإلا فليس هناك حمل، ونسبة نجاح هذا الفحص هي 70%. هذه 3 طرق كان يستعملها أجدادنا في قديم الزمان.